الوقت اهلا وسهلا بحضراتكم في جوله جديده من جولات برنامجكم برنامج اليوم، اهم واخر الاخبار المحليه والعالميه. وبكل تاكيد هنبدا من اليوم الرابع لقمه المناخ كوب 27 في مدينه شرم الشيخ، من مدينه شرم الشيخ الى العالم، بتحديد من النشاط الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي. هنبدا حلقتنا النهارده اللي استقبل الرئيسه ساميه حسن رئيسه جمهوريه تنزانيا المتحده على هامش انعقاد اعمال القمه العالميه للمناخ كوب 27. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه قال عن هذا اللقاء ان الرئيس رحب بزياره رئيسه تنزانيا لمصر، وقدم سيادته الى تنزانيا الشقيقه حكومه وشعبا خالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة في بحيرة فيكتوريا، وداعيا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. خلونا نروح نتعرف مع بعض على تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء في سياق التقرير اللي جاي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر، متقدما سيادته إلى تنزانيا الشقيقة حكومة وشعب بخالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة في بحيرة فيكتوريا. كما أكد السيد الرئيس الدور الحيوي الذي تقوم به تنزانيا كإحدى الدول الفاعلة في إفريقيا وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا سيادته متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية، في مقدمتها إنشاء سد جوليس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي تعول مصر على دوره في منح دفعة قوية لعملية التنمية في تنزانيا الشقيقة. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس ايفرست ناداشيمي رئيس جمهوريه بروندي على هامش انعقاد اعمال القمه العالميه للمناخ كوب 27. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه قال على هذا اللقاء ان الرئيس السيسي رحب بزياره الرئيس البروندي الى مصر، واكد على عزم مصر الاستمرار في تقديم كل اوجه الدعم لبروندي كدوله بتجمعنا بيها علاقات تاريخيه. كمان شدد في هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين. خلونا نتعرف على تفاصيل اكثر عن هذا اللقاء في سياق التقرير اللي جاي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ الرئيس ايفرست نيدايشيمي رئيس جمهورية بروندي، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الرئيس البروندي إلى مصر، مؤكدا عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبروندي كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية، ومشددا سيادته في هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين. من جانبه أشاد رئيس نيدايشيمي بتنظيم المصري الناجح للقمة العالمية للمناخ، وبتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده اجتمع مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو، واعلنوا عن اطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد. ده كان خلال المائده المستديره رفيعه المستوى حول الاستثمار في مستقبل الطاقه الهيدروجين الاخضر،
ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ للتنفيذ ضمن فعاليات طبعا كوب 27. أعلنت مصر وبلجيكا بصفاتهما رعاة المبادرة عن إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في مستقبل الطاقة، ورحب رؤساء الدول والحكومات وممثلو مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والقطاع الخاص والمشاركين في المائدة المستديرة بإطلاق هذه المبادرة. كمان أثنى الحضور على جميع الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة للهيدروجين الأخضر حول العالم. وبيعد المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد منصة بتجمع جميع أصحاب المصلحة المتعددين لتيسير عملية إنتاج واستخدامات الهيدروجين المتجدد، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والإسراع نحو الانتقال العادل للطاقة المتجددة. مش بس كده، كمان الاستفادة من المنافع البيئية والاجتماعية والاقتصادية اللي بيوفرها الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر، وتحديد أفضل الأدوات اللي بتسهم في تعزيز هذه التجارة، تجارة الهيدروجين الأخضر العابرة للحدود بين الدول النامية الغنية بالطاقة المتجددة والدول المتقدمة. كمان بتهدف هذه المبادرة إلى البناء على مبادرات الهيدروجين الأخضر القائمة وتنسيقها من أجل إنشاء منتدى عالمي للهيدروجين المتجدد بيجمع أصحاب المصلحة من الدول المتقدمة والنامية ومن المنتجين والمستهلكين ومن المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة وكبار القائمين على الصناعات العالمية في هذا المجال الجديد مع المستثمرين الدوليين. أنا عايزة يعني أعدي سريعا كده على الشركاء الرئيسيين يعني في هذه المبادرة، هي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة واليونيدو ومجلس الهيدروجين وصندوق المناخ الأخضر. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي كلامنا في اليوم عن كوب 27، والحقيقة نجاحات ونجاحات منذ انطلاق هذا المؤتمر إلى اليوم هنعرضها على حضراتكم بالتفصيل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. التغيرات التي حدثت في العالم بسبب التغيرات المناخية، يعني زي الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف اللي حصل لكثير من الأرض وارتفاع مستوى سطح المية في البحار، كل دي يعني أثرت تأثير كبير جدا في بعض الدول على العملية التعليمية. يعني لما بيحصل فيضان في مكان ولا يحصل حرائق في مكان، فبيعمل الأطفال أولا بيمنحهم من التمدرس، المدارس بتغلق، الأطفال بيتأثروا حتى في نموهم وفي نموهم العقلي والوجداني. يعني في دراسات اتعملت كتير جدا بتقول لنا إن الأطفال بيتأثروا تأثر كبير جدا بالآثار الملموسة للتغيرات المناخية اللي أنا أشرت إلى بعضها. فبدأ يظهر فكرة إن احنا طيب ما نعمل تعليم مستدام زي ما في تنمية مستدامة، نعمل تعليم مستدام أو نعمل كمان تعليم بيسموه التعليم يعني من أجل يعني مواجهة آثار التغيرات المناخية. والأمم المتحدة اهتمت بهذا الموضوع، تهتم بها يعني الأمم المتحدة كلها، وبتهتم اليونسكو على وجه التحديد واليونيسيف لأنها يعني متخصصة في الأطفال، في اهتمام كبير جدا بهذا الموضوع، وبدأوا يعملوا دراسات ويحطوا بعض الاستراتيجيات وبعض الأهداف إن احنا من الممكن نعمل أنماط جديدة من التعليم. دور مصر أولا إن احنا بنرضي احتياجاتنا الوطنية في مصر في إطار في هذا الإطار، يعني الوضع الحالي للمناخ رتب وجود تكنولوجيات جديدة، طرق جديدة للتعامل مع الزراعة، التعامل مع الصناعة، التعامل مع السياحة، التعامل مع السفر والمواصلات. كثير من هذه أمامنا اختيارات، يعني إما ناخد اختيار بيؤدي إلى التلوث وتكلفته عالية في الصحة والسياحة وإلى آخره، أو إن احنا بناخد الاختيارات الجديدة اللي بتنقلنا نقلة. وأنا شايف في إطار المشروع الوطني المصري إن فكرة مصر الخضراء بمعنى التوسع الكبير في الزراعة كما هو حدث في أراضي المستقبل أو الدلتا الجديدة أو توشكي أو النص مليون فدان في سيناء، ده كل ما بنتوسع في المساحة الخضراء ده إضافة للتنمية كما أنه إضافة للدخل القومي إلى آخر العملية الاقتصادية.
المسألة ليست فقط زراعة لكنها أيضا صناعة، بنتكلم عن أنواع جديدة من الطاقة، كل أنواع الطاقة الجديدة اللي هو الهيدروجين الأخضر، بنتكلم على حتى بين الطاقات الأحفورية بنختار الأفضل اللي هو الغاز أفضل من البترول العالي. الحقيقة النهاردة كمان كان للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نشاطين مهمين، أولهم كان افتتاح فعاليات يوم التمويل اللي بتنظمه وزارة المالية في الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء ضمن اجتماعات قمة المناخ اللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 6 ل 18 نوفمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ. رحب رئيس الوزراء بالحضور في مدينة شرم الشيخ اللي بتعد أول مدينة خضراء في مصر، أشار إلى أن هذا التجمع في يوم التمويل، وهنتوقف عن يوم التمويل كثيرا النهارده لان هو اليوم الابرز والاهم، وهو اليوم اللي هيكون فيه كشف حساب لما تم في مؤتمر المناخ في باريس، ويعني ما سيتم من خلال بيانات وتعهدات وما الى ذلك في مؤتمر شرم الشيخ كوب 27. على العموم يوم التمويل ده بياتي على هامش اجتماعات قمه تغير المناخ واللي بتعد دليل على الترابط بين السياسات الماليه وقضايا المناخ، طبعا بتأثر بدورها على موارد الدول وخصوصا الدول النامية. وضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التضامن بين جميع الأطراف أصبح خيار لا يمكن الاستغناء عنه، وأن التعاون بين الحكومات وبين المجتمع المدني وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والنشاط الثاني طبعا لرئيس مجلس الوزراء هكلم حضراتكم عليه كان عن إلقاء كلمة خلال فعالية الإعلان عن الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. رئيس الوزراء قال إن الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الوطنية المصرية للتغيرات المناخية 2050 بتأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية اللي تم إطلاقها في مايو الماضي. أضاف إن هذه الاستراتيجية جاءت نتاج تعاون بين الوزارات المختلفة لأنها بتعكس الطبيعة الشاملة لأزمة تغير المناخ، وتكاتفت جميع القطاعات لإنتاج مشروعات بتهدف في الوقت نفسه إلى التخفيف والتكيف مع الأثار السلبية اللي بتشمل قطاعات زي السياحة، زي التنوع البيولوجي، التمويل، الصحة، التخطيط الحضري، المياه، الزراعة والطاقة والنفط والغاز الطبيعي. طيب احنا علشان يعني نفرد مساحة لهذا المؤتمر وهذا اليوم يوم التمويل بتنضم لنا هاتفيا الأستاذة فردوس عبد الباقي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أنسب الرؤى وأكثرها واقعية في حل أزمات التمويل لدى الدول النامية في أزمة التغير المناخي من وجهة نظرك إيه هي؟ خلينا بس في البداية نقول واحنا ليه قضية التمويل بتستحوذ على الجزء الأهم من القمة الجارية في هذا العام. عندنا كذا سبب الحقيقة. السبب الأولاني أنه إحنا عندنا دول كتير متضررة من هذه الأزمة، وتطرح خلال هذا المؤتمر يعني قضايا خاصة بالخسائر والأضرار اللي بتتعرض ليها جراء التغيرات المناخية اللي تسببت فيها الدول المتقدمة بطبيعة الحال، وإن لا تتحمل فيها الدول النامية سوى العبء الأكبر. وده اللي إحنا زي شفناه على سبيل المثال في دولة زي باكستان اللي أضر فيها يعني الضر فيها حوالي 33 مليون شخص، وده عدد كبير جدا لا يستهان به رغم ان هي دولة لا تساهم في الانبعاثات الكربونية بحجم كبير. طيب انا معلش يا استاذة فردوس خليني كده اقسم معاك عشان مشاهدينا يكونوا مطلعين معانا بشكل اوقع على الموضوع. يوم التمويل هو يوم مهم، والتقسيمة فيه تقسيمة غريبة، يعني دول اكثر تلويثا للبيئة ودول أكثر تأثراً بهذا التلويث. أنت شايفة يوم التمويل بالمعطيات اللي خرج حتى هذه اللحظة بيقف إلى أي الجوانب أكثر من الآخر؟ لأن قبل المؤتمر أو قبل المنتدى كانوا بيقفوا جنب الأكثر تلويثاً وليس الأكثر تأثراً، لكن مع يعني فعاليات المؤتمر والنهاردة في اليوم الرابع هل تغيرت الاتجاهات ولا ما زلنا عند النقطة الأولانية؟ هي بالفعل نقطة الانطلاق الأساسية في هذا المؤتمر هي فكرة التنفيذ، وده بيرتبط بمسألة التمويل، يعني أنه
يعني مساله التمويل يعني عانت العديد من العراقيل حتى القمه الاخيره اللي لم تشهد اي تقدم ملحوظ، وكمان القمه اللي نتج عنها اتفاق باريس في 2009 بتمويل 100 مليار دولار باتت غير كافيه في ظل ما يشهده الاقتصادات الدوليه المختلفه من تراجع وتدهور، وانه يعني النسبه ديت باتت لا تمثل سوى يعني تقريبا 10% من التمويل المطلوب. وكمان عندنا مساله انه التنافس ما بين وجهات النظر حتى بين الدول المتقدمه وبعضها، زي ما بنشوف من الصين والولايات المتحده في مساله انه ازاي كل واحد فيهم بيتحمل مسؤوليه التمويل، بل التباهي في مساله اننا الصين ضمن الدول الناميه ولكنها ايضا بتعمل على تقديم ما يمكن ما في وسعها للدول الناميه في تجاوز اخطار التغير المناخي، في حين ان هي لا ترى هذا من الولايات المتحده. وعايزين نقول ان الصين والولايات المتحده الامريكيه من الدول اللي بتساهم بشكل كبير جدا في التلوث. ايوه هم 5 ولا 7 دول تقريبا، صح؟ يعني تقريبا صحيح، مع المنظمات بقى يعني مع التكتلات بيعمل نسب اخرى. وكمان عندنا يعني احنا عندنا مشكله التوافق ما بين الدول المتقدمه وبعضها، ومشكله في مساله انه الدول المتقدمه ازاي هتمول الدول الناميه وفي اطار التضامن ولتحمل الاعباء والخسائر اللي بتعاني منها تلك الدول. الحقيقه مصر طرحت وجهه نظر يعني تحترم جدا، وجهه نظر قويه جدا في موضوع يعني سواء تبادل الديون، سواء اسقاط الديون في بعض الاحوال، يعني مش شرط ان يتم تمويل مشاريع بعينها، لكن هناك طرق واساليب اخرى يمكن الاستفاده منها. يعني تجربه مصر مع ايطاليا، تجربه مصر مع المانيا، تجارب رائده جدا في عمليه التمويلات وتنوعها فيما يخص يعني تغير المناخ والتحول نحو الاخضر وما الى ذلك. لكن خليني وكمان احنا ممكن ندخل في الموضوع ده مساله انه التضامن يعني التضامن والتعاون ده مش بس ما بين المؤسسات او الجوانب الحكوميه وبس، احنا كمان بنحاول ان احنا ندخل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وبندعم دور الاحزاب السياسيه ودور الاعلام في ان هو يعني يعمل نشر للتوعيه ومساله يعني يساهم في بشكل ما في مساله التمويل، مش بس ان يتحمل فيها العبء لوحده المؤسسات الحكوميه مع بعض. وده هيخلينا برضو ان احنا نروح نشوف الى يعني نتطرق للمبادره اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع رئاسه وزاره بلجيكا بشان اطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين الاخضر. صحيح، وما ننساش المنصه الوطنيه نوفي اللي اطلقت ايضا، وبتتحدث هي منصه وطنيه مصريه خالصه يمكن تعميمها بالمناسبه عالميا، يعني فيها بنود اكثر من رائعه على موضوع يعني تمويل مشروعات بعينها متعلقه بالمناخ او التحول الى الاخضر، تبادل ديون. الحقيقه منصه يعني اعتقد انها يعني العالم يعني رؤساء العالم بيتحدثوا دعونا نوفي حتى يعني. فأنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة فردوس عبد الباقي، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. هيكون لنا وقفة مخصوص على هذه المنصة الوطنية نوفي إن شاء الله في حلقتنا، هندرسها بمزيد من التفصيل. النهاردة كمان في بيان صدر من بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف. البيان ده رفض فيه البيان الصادر من المفوض السامي لحقوق الإنسان اللي طالب فيه بالإفراج عن مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا. بعثة مصر اعتبرت أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بيقوض عن عمد استقلالية القضاء وسيادة القانون اللي بيعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما ذكر البيان، ذكر أيضا أن وصف قرار قضائي بأنه غير عادل هو إهانة غير مقبولة. البعثة كمان قالت في البيان اللي أصدرته أن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشأ لولايته، وأن تناول قضية فردية على أساس انتقائي ده بيشكك في موضوعيته. مش بس كده، البعثة كمان ذكرت وقالت في بيانها أن المفوض بيبدو أنه اعتمد على معلومات لا أساس لها من الصحة ومستمدة من مصادر تتعمد ترويج مزاعم خاطئة، ومن ثم فإن إصدار المفوض السامي لبيانات دون أي دليل واعتماده على ما يسمعه من أقاويل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة اللي بيمثلها نيابة عن المجتمع الدولي.
البعثة المصرية قالت إنها بتتوقع من المفاوض السامي بصفته موظف دولي أن يتحلى بالمهنية اللازمة، لا سيما وأنه يبدأ مهام عمله، وأن يعتمد على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل، وأن يمتنع عن التعليق على قضايا محل النظر القضاء المصري والأحكام الصادرة عنه في إطار محاولة للترويج لانتهاك القوانين الوطنية. كما يدعو البيان المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار. ده بخصوص بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان ورد البيان الصادر عن بعثة مصر في الأمم المتحدة اللي رفضت هذا البيان. هنكمل باقي أخبارنا وهنروح لنواب تنسيق شباب الحزاب والسياسيين، لأنهم النهاردة عقدوا لقاء مع مجلس إدارة وأعضاء نقابة المرشدين وغرف السفر داخل نقابة المرشدين السياحيين في الغردقة. ده بيأتي ضمن سلسلة اللقاءات اللي بتعقدها التنسيقية مع المواطنين حول الحوار الوطني، واللي بتجوب فيها يعني الحقيقة محافظات الجمهورية. المرة دي كانوا في الغردقة. بينضم لنا هاتفيا النائب رامي جلال عامر، وهو عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. برحب بيك، وعايزة أعرف منك يا أستاذ رامي، سيادة النائب طبعا نتعرف منك على أهم المحاور اللي من المفترض مناقشتها أو تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء. شكرا لك يا فندم. هو طبعا زي ما حضرتك عارفه التنسيقيه عندها 48 نائب في البرلمان المصري بغرفتي الشيوخ والنواب. تمام. واحنا كنا قررنا من فتره ان احنا يعني ما قبل الانطلاق الرسمي للحوار الوطني ان احنا ننزل الشارع نقابل طبقات المجتمع واطيافه والمجموعات المختلفه. الهدف هو انه احنا نستمع للناس في اماكنها، نشوف مشاكلها، التحديات اللي بتقابلهم، تصوراتهم عن اي حلول لهذه التحديات، والغرض كله ان احنا بنرفع كل هذه الامور كتوصيات وتصورات للحوار الوطني عشان تكون المواضيع دي كلها على مائدة الحوار. فيما يخصني هو لقاء تم ولا لسه؟ يعني لقاء لقاء يتم الساعه 7 ان شاء الله. هيتم 7 مساء. طب ايه محاور النقاش في هذا اللقاء؟ يعني احنا بنلتقي النهارده مجلس إدارة أو أعضاء مجلس إدارة وأعضاء نقابة المرشدين، وبينضم ليهم مرشدين سياحيين طبعا، وبينضم ليهم غرفة وكالات السفر والسياحة. الموضوع إنه يعني إحنا أنا في كل محافظة اتحركت فيها، يعني كنت لسه خلصنا من شوية أو من كام يوم أسوان، رحت لإخوتنا وأهالينا في النوبة، ورحت قابلت قبائل العبادة والبشرية اللي هم في حلايب وشلاتين، ورحنا قابلنا كمان المختصين بالملف السياحي في أسوان. الغردقة بوصفها مدينة سياحية مهمة، واحدة من أهم المدن السياحية في مصر. يعني قررت إن أنا هتفتحوا ملف السياحة والغردقة بكل تأكيد، يعني جزء مهم في هذا الملف، عشان كده هتقعدوا مع المرشدين السياحيين. لكن أهم المحاور اللي هتم مناقشتها الحقيقه هو الموضوع ما بيبقاش ليه محاور، لسبب لان هو الفورمات الموضوع او احنا مش في ندوه، يعني انا مش رايح اكلمهم، العكس هو الصحيح، احنا رايحين نسمعهم، فانا رايح اسمع منهم اهم مشكلاتهم اللي بتصور ان هي صحيح ممكن اي خبير سياحي يكون عارف المشكلات اللي بتمر بيها مدينه زي الغردقه. انتوا رايحين تستمعوا الى الشكاوى والمشكلات والأحلام والطموحات اللي يعني بيحلم بها المرشدين السياحيين في مدينة الغردقة، صح كده؟ والموضوع أوسع كمان شوية من المرشدين، لأن احنا معانا غرفة وكالة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ودي وجاي كمان ناس من جمعية رجال الأعمال وجمعية المستثمرين. فالفكرة إنه احنا يعني بنحاول نسمع بشكل متكامل للمشكلة من كل جوانبها، بحيث ان في نهاية الجلسة يبقى عندنا تصور ما عن اهم المشكلات اللي بتواجه القطاع ده. يعني مثلا مثال بسيط جدا، يعني انا متأكد انه هيفتح النهاردة وهنتكلم فيه، هو عدم وجود خط طيران ما بين الغداء واسوان. ده كان نفس الشكوى في اسوان، ان يا جماعة ما فيش خط طيران مباشر ما بين اسوان والغداء، رغم وجود مطارين مؤهلين وممتازين جدا. لان في حاجة زي ما حضرتك عارفة، في حاجة اسمها يعني رحلات اليوم الواحد. السائح في الغداء وخصوصا في الرواج السياحي الكبير اللي موجود دلوقتي، ومحتاج يروح، عايز يروح الاسوان، عايز يروح الاقصر، عايز يعمل رحلات اليوم الواحد، الطيران دايما هو افضل حاجه. ففي مشاكل كتير شبه كده. طب المشاكل اللي انتم بتجمعوها من الاهالي واصحاب الشان، اصحاب المكان اللي بيبقوا مقدره يعني بشعبها، بعد ما بيتم تجميعها ومعرفتها، ايه اللي بيتم فيها؟
في عدد كبير من الاجراءات. اولا بعض المشاكل زي ما حضرتك عارفه بتكون مشاكل خاصه، وفي مشاكل اخرى بتمثل اطار عام. مشكله المشاكل الخاصه يعني مثلا زي ما انا يعني اول جوله عملتها كانت في اسكندريه، كان مع جمعيات الصم والبكم. الصم والبكم يعني فئه مهمه جدا، ويعني قليل لما حد بيستمع ليها. لما اتكلمت معاهم عندهم بعض المشاكل الخاصه ليها علاقه بجمعيتهم وايجاد مقر ليهم وشويه حاجات، لكن في مشاكل عامه كبيره خاصه مثلا بادماجهم في التعليم. احنا بنعمل تصنيف ما للمشاكل، بعض المشاكل ممكن نشترك معاها كنواب، ممكن ان احنا نقابل الوزراء المختصين المعنيين بالملفات دي بشكل مباشر ونحل المشكله اذا كانت المشكله محتاجه قرار وزاري او محتاجه تعديل معين بسيط ممكن يحصل. لكن بعض المشاكل العامه يعني اهالينا في اسوان كان عندهم مثلا الشباب في النوبه عندهم مشكله عامه تتعلق بالتنسيق بتاع الثانوي التجاري، وان هم شايفين ان هو يعني محتاج بعض الضبط شويه علشان يقدروا يلتحقوا كل التجاره. طبعا دي مشكله عامه محتاجين ان احنا نثيرها في البرلمان، محتاجين ان احنا كمان ننقلها للحوار الوطني. دكتور بتقوموا بتفنيد هذه المشكلات ما بين مشكلات خاصه ما بين مشكلات عامه وبتعرضوها في البرلمان بصفتكم طبعا يعني اعضاء في البرلمان سواء كان في مجلس الشيوخ او مجلس النواب. الحقيقه انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا المجهود، شكر لشباب التنسيقيه، وشكر طبعا خاص لسياده النائب رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. كده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا من برنامجكم برنامج اليوم، لكن بكره يوم جديد مليء بالاحداث، كل اخبار وهتلاقوها مع حضراتكم على شاشتكم شاشه DMC وبرنامجكم برنامج اليوم. شكرا لكم والى اللقاء.